في أداء البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بشكل طفيف وأغلق عند 14763 نقطة، ربح 10 نقاط تقريبا. مؤشر EGX 70 صعد ب 13% وأغلق عند 694 نقطة، وزاد أيضا EGX 100 بنفس النسبة 13% ليغلق عند 1756 نقطة. أحجام التداولات كانت تتجاوز 758 مليون جنيه مصري في جلسة اليوم، والأسهم الرابحة كانت 76 سهما، والأكثر ارتفاعا سهم شارم دريمز، يليه إتيدا، ثم الإسكندرية للأدوية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وأطلس للاستثمار. في المقابل تكبدت أسعار 62 سهما خسائر، على رأسها العربية للصناعات الهندسية، دايس المصرية للمشروعات السياحية، مستشفى النزهة، ووادي كومومبو للأراضي. تراجعت معظم البورصات العربية اليوم، وقادت الأسهم السعودية التراجع بنسبة 0.5% لتغلق عند 8573 نقطة. الكويت استقر المؤشر عند مستوى 5442 نقطة، تراجعات في دبي بنصف بالمئة، والسوق في أبو ظبي تهبط ب 16%. أيضا وجدنا هبوط في بورصة قطر ب 16%، والبحرين بنفس النسبة، ومسقط صعدت بنهاية التعاملات بأكثر من 10%.